إذن أحد كبير هجرنا، ثم قام بوسيف ندوزو بعده مني أخوات وهن قريبات، ثم نمر إلى الموسيقية. شكرا أخي وزميلي سي مجيد فنيش، تحية لأخواتي وإخواني الفنانات، وكما أرحب وأشكر سي الكاتب العام لعمالة سلام، وأشكر سي نور الأزرق وجميع الشخصيات الحاضرة معنا في هذا الحفل التعليمي، وكما أشكر جزيل الشكر جمعية أبي رقراق وعلى رأسها أستاذنا الجليل سي نور الدين شماعو على هذه الالتفاتة النبيلة تجاه زميلنا الفقير المحمي القدي ولأسرته الكريمة، كما أشكر شكر خاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لدائما يقف إلى جانب جميع الفنانين في المحن ديالهم سواء الاجتماعية أو الصحية أو الإنسانية، ونشكره جزيل الشكر على هذه البرقية العزاء والمواساة في زميلنا وفقيدنا المرحوم والفنان الكبير زين محمد الخدي. زين محمد الخدي واش نتكلم عليه كإنسان ولا كفنان ولا كأخلاق ولا كمعاملة؟ زين محمد الخدي الإنسان اللي معمره ما تتفارق الابتسامة، الابتسامة دائما على محياه رغم في جميع المشاهد الدرامية، ما يمكنش يقابلك زين محمد الخدي والوجه دياله هو ما ابتسمش، دائما كان يحب الابتسامة ويحب النكتة اللطيفة، حتى لما زرت أنا وصديقي وأخي الفنان العزيز زي أنوار الجندي وهو طريح الفراش وهو يضحك ويبتسم ابتسامة البراءة، فلو كان موجود معنا الآن كنا على يقين أنه سيكون مبتسما، وهو اليوم عند الله في دار البقاء، ونطلب من الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناله أنه سيكون مبتسما بهذا الحشد من الحضور الوازن من فنانات وفنانين لكلهم تيدعوا معه، كما أنني عاشرته كفنان وكمهني وحرفي يتقن ويحب مهنته، هو الذي عاشر ثلاث أجيال، جيل الرواد وجيل الوسط وجيل الشباب، وأعطى المشعل للشباب في آخر حياته، آخر ما تعامل مع مجموعة من الشباب، وهذا شيء قل نذيره عن مجموعة من الفنانين، كما أنه تتلمذ على مشايخ الفنانين من أمثال سي عبد الرزاق حكم، العربي الدغمي، محمد أحمد البصري، مولاي عبد الله العمراني، فريد مبارك، واحد المجموعة من خيرة الأسماء من مشايخنا وأهرامنا، فما يمكن أن يكون سيدي محمد إلا هرم وجبل من جبال الأطلس في الشامخ في الفن المغربي، وأنا أقولها أن سيدي محمد الخدي كان شامخا ومات شامخا، كان كبيرا ومات كبيرا، وكان كريما ومات كريما، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وشكرا.